تحت شعار بأيدي طلابنا نعيد خضرة بلادنا، وبرعاية محافظة حما، أطلقت مديرية التربية في حما الحملة الطلابية لتشجير المساحات الترابية في مدارس مدينة حما، والتي تهدف لغرس 4000 شجرة مثمرة وحراجية. تحت شعار مواطنة وتنمية بدأنا منذ حوالي شهر بإطلاق هذه الحملة، ونحن الآن في إحدى مدارس الحلقة الأولى، وبالتعاون مع إدارة هذه المدرسة وتلاميذ الحلقة الأولى نزرع هذه الشجرة. يتعلم الأطفال كيفية زراعة الأشجار والعناية بها ومعاني هذه الشجرة وكيف تعطينا الثمار وتنقي الهواء والفوائد الكبيرة لهذه الشجرة. رح نتابع العمل والاهتمام بالأشجار كل يوم، كل 3 طلاب مسؤولين عن شجرة، و كل يوم رح نتابعهم، وبدنا نعيد سوريا الحبيبة إن شاء الله خضراء بإذن الله تعالى لإعادة إعمار سوريا. حملة كتير رائعة، ونحن مبسوطين وسعداء كتير بهالحملة هاي. طبعا الشجرة هي رمز العطاء، رمز المحبة، رمز السلام، رمز الارتباط والانتماء ببلدنا، بتراب بلدنا اللي تروى بدم شهداء الجيش العربي السوري، الشهداء الأبرار. عم نزرع مدرستنا لأنه الشجرة حياة، تعني للشجرة كل شيء، لأن هي رئة المدينة، إنه الهواء النقي والحياة، الطبيعة كتير حلوة بحياة البني آدم، إنه الطبيعة كتير حلوة. عم نزرع شجرة بمدرستنا مشان نستفيد من ثمارها، ومشان تحلى مدرستنا ونقعد تحت ظلها. المشاركون أكدوا أن الواجب يحتم على الجميع المشاركة في الحملات الوطنية التي تسهم في تعزيز الغطاء النباتي في المساحات الواسعة من أرض سوريا.